أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة الأساليب التي تتعامل بها الأطراف اليمنية مع الدعوات للمشاورات وأثر هذا التسابق في إفشال المشاورات قبل أن تبدأ. قال رئيس الحكومة معين عبد الملك إن ميليشيا الحوثي غير جادة في الوصول إلى السلام، مشيرا إلى أنها تلجأ إليه لإيهام المجتمع الدولي برغبتها في وقف الحرب. وزير الخارجية خالد اليماني أكد بدوره أن الحكومة متمسكة برؤيتها بشأن مبادرة الحديدة التي طرحتها على الأمم المتحدة والمرتكزة على تسلم الشرعية ميناء الحديدة. أضاف اليماني أن الحكومة لن تقبل إلا برؤية تسليم الميناء لوزارة النقل وتحويل موارده إلى البنك المركزي في عدن. ميليشيا الحوثي كانت قد سبقت الشرعية في تصريحات عدة صبت في مجملها بتوقع فشل المشاورات، محملة ذلك الفشل المتوقع للحكومة الشرعية. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: لماذا تذهب الأطراف اليمنية إلى المشاورات ما دامت مقتنعة بفشلها؟ وما أثر هذه النظرة على مستقبل المشاورات؟ وهل لدى الأمم المتحدة القدرة على فرض حلول على الأطراف اليمنية والمساهمة بتنفيذها؟ قبل النقاش نتابع وإياكم هذا التقرير. ما إن يبدأ الترتيب لعقد مشاورات في الملف اليمني حتى تبدأ حرب التصاريح وتحميل مسؤولية الفشل، النتيجة التي يراها الأطراف واقعة لا محالة. ومثل كل مرة بدأت الميليشيا بتصريحاتها التي حملت فيها الحكومة الشرعية والتحالف مسؤولية الفشل المتوقع في الوقت الذي تسعى فيه جاهدة لوضع مزيد من العراقيل والاشتراطات أمام جهود المبعوث الأممي مارتن جريفيث. الشرعية بدورها بدأت تقتحم حرب التصريحات والتوقعات، حيث أكد رئيس الحكومة معين عبد الملك أن ميليشيا الحوثي غير جادة في الوصول إلى السلام، مشيرا إلى أنها تلجأ إليه لإيهام المجتمع الدولي برغبتها في وقف الحرب. وقال عبد الملك خلال لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك إن المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي تعاني أوضاعا إنسانية سيئة وتدميرا واضحا للبنى التحتية ومؤسسات الدولة. وضع الحديدة الملتبس كان حاضرا في موقف الحكومة من المشاورات، حيث أكد وزير الخارجية خالد اليماني أن الحكومة متمسكة برؤيتها بشأن مبادرة الحديدة التي طرحتها على الأمم المتحدة وترتكز على تسلم الشرعية ميناء المدينة، مضيفا أن الحكومة لن تقبل إلا برؤية تسليم الميناء لوزارة النقل وتحويل موارده إلى البنك المركزي في عدن. واعتبر اليماني التحركات البريطانية الأخيرة لحل الأزمة في اليمن ناتجة عن تصورات خاطئة، خصوصا في محاولاتها تمرير قرارات في مجلس الأمن. مجددا ترحيبكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتبة والباحثة السياسية ميساء شجاع الدين، وكذا من الرياض المحلل السياسي الأستاذ ثابت الأحمدي. أرحب بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك أستاذة ميساء، هل تبدو الأطراف اليمنية متشائمة أمام الجولة القادمة من المشاورات المقررة في ستوكهولم في هذا الشهر؟ يبدو عدم الجدية كل مرة، تبدو ضعيفة كثير، كل طرف تبدو مش قوية لحسم المعركة. أعتقد الحوثيين دائما في مشكلة معهم في مسألة التنازلات في المسائل الأمنية. طبعا الحكومة أيضا عندها مشكلة أنها صارت الآن الحرب بالنسبة لها مصدر رزق، يعني هي حال كثير من أفراد الحكومة سيصبحون بلا وظيفة لمرحلة ما بعد الحرب، مثل الرئيس وغيرهم. هؤلاء كلهم مطلوب منهم، يعني من المطلوب أنهم بعد الحرب يتم عملية تغيير تجاسم سلطة، سيتم استبعاد بعض الشخصيات من بينها الرئيس هادي. فهنا في ناس غير مستفيدين من كل طرف، هذا من جهة. من جهة ثانية في عدم ثقة، طبعا هذا واضح جدا، لكن في ضغوط دولية كبيرة على الطرفين، والضغوط الدولية هي عادة تصب على طرف الدولة أكثر من على طرف الميليشيا، بحكم أن الدولة هي شرعيتها مرتبطة بالنظام المنظومة الدولية وليس لها وجود في الداخل بحكم أنها موجودة خارج اليمن، فبالتالي الضغط أكبر عليها أكثر من الميليشيا. فهذا أعتقد
بيسبب مشكلة في مسألة الضغوط الدولية. إننا لما نتكلم على ضغوط دولية فإحنا عادة نتكلم على ضغوط على السعودية أو الحكومة الشرعية وليس على الميليشيا. نعم. طيب أرجو أن تتفضلي بالبقاء معنا أستاذة ميساء. أرحب أيضا بضيفنا الآخر أستاذ ثابت الأحمدي مجددا. برأيك هل ستقام المشاورات القادمة في ستوكهولم كما يقول وزير الخارجية في مجمع أو منتجع قريب من ستوكهولم أم أنها لن تحدث؟ أهلا بك أخي العزيز والعزيزة ميساء والمشاهد الكريم. أيضا هذه المشاورات سواء وقعت أم لم تقع اسمها مدلولها اللفظي مشاورات لن تزيد في الأمر شيئا أو تنقص، هذا من جهة. من جهة أخرى تجربتنا كيمنيين وتجربة العرب ربما كامل مع المشاورات والمفاوضات والحوارات تجربة مريرة جدا. لا يمكن على الإطلاق، يعني أستطيع أقول لا يمكن أن يثق الناس بمشاورات كهذه، لأنه عندنا تجربة سابقة لم ننجح على الإطلاق في مشاورة أو مفاوضة أو حوار واحد مع الحوثيين منذ العام 2004 وإلى اليوم، وأقولها مطلقا بكل ثقة. جربنا معهم عشرات الاتفاقيات وعشرات الوثائق وعشرات الحوارات وكلها تبوء بالفشل في النهاية، لأن هذه الجماعة لا تحتكم ولا تؤمن إلا بالسلاح، ولن يكسرها أيضا إلا السلاح، ولن يردها عن طيشها وعن جنونها إلى القوة. طيب في هذا الطرح، يعني في سياق هذا الطرح، هل نجحت الحكومة الشرعية في فرض الحل العسكري أستاذ ثابت؟ هل يعني عندما نتحدث عن أن الحرب مستمرة منذ 4 سنوات إلى الآن، لا يبدو أن الحكومة قادرة على إنهاء المسألة عسكريا لصالحها؟ هنا هذا ما يطرح الحديث عن المفاوضات كمدخل لوقف الحرب ووقف نزيف الدم اليمني. هل الحكومة قادرة على إحداث الحل العسكري الذي يبدو أنك تقترح عمله يعني أو إحداثه؟ على فكرة ليس هناك من حل مطلقا غير الحل العسكري أبدا. ومسألة موقف الحكومة أو حتى التحالف هو مسألة سياسية فقط وليست مسألة عسكرية. ما يجري أو التوقف أو العجز بالمعنى الأوضح، العجز الحاصل هو عجز سياسي، التأخر الحاصل هو تأخر سياسي وليس تأخر عسكري. لدينا ما يقارب 400,000 جندي يتبعون الشرعية وجاهزون بعدتهم وعتادهم ومتأهبون لساعة الصفر التي تنطلق للإنقاذ على هذه الجماعة، ولكن ما المشكلة إذن؟ ما المشكلة إذن؟ ما هي المشكلة السياسية التي تعيق الحسم العسكري برأيك؟ هذه مسألة يعرفها الخبراء الكواليس من في قيادة الشرعية وفي قيادة التحالف وأيضا في المجتمع الدولي. الأمور أصلا تشابكت بين القيادة المحلية، القيادة الإقليمية، القيادة الدولية. هناك تعقيدات في المشهد، هناك أمور وخفايا ما نعلمها وما لا نعلمها، وبالتأكيد ما لا نعلمه هو الأكثر، هي التي أجلت الحسم خلال هذه السنوات كاملة. وهناك بالواضح أقولها طرف دولي كبير يرعى هذه الجماعة ويطيل من بقائها بل ويدعمها دعما واضحا، لم يعد هناك حتى نقول دعم خفي أو ما أشبه. لا، إلى من تشير أستاذ ثابت؟ نعم، إلى من تشير بالضبط؟ إلى أمريكا بصورة واضحة وأيضا ومعها بريطانيا، وهل نستطيع أن نفصل الموقف البريطاني عن الموقف الأمريكي بطبيعة الحال؟ وموقف مارتن جريفيث الأخير يفصح بكل وضوح عن ذلك. ونحن طيب. نلاحظ أيضا نعم الجرائم التي يقترف فيها الحوثي كل يوم على مرأة ومسمع من العالم، هذه المنظمات الدولية، المجتمع الدولي، الفاعل السياسي الدولي لم يحرك ساكنا من شأن ذلك. طيب دعني أنتقل في هذه النقطة والتي أشارت إليها قبل قليل أيضا أستاذة ميساء شجاع الدين على شكل الضغوط الدولية بين الطرفين أو على الطرفين. أسألك أستاذة ميساء، كيف توزع خارطة التأييد أو الضغط على كل طرف في هذه اللحظة؟ من يدعم من في اليمن من قبل من يدعم الأطراف المتصارعة في اليمن الآن؟ بعيد عن هوس نظرية المؤامرة كلا الطرفين، الحوثي دائما عنده قناعة في مؤامرة كونية حوله، والحكومة عندها قناعة في مؤامرة ضدها. هذا شكل أشكال تغطية العجز أو فشل حاصل الآن. الحكومة تعاني من عجز ذاتي، من لا يمتلك قرار حسن العسكري الذي يتحدث عنه ويوقف المعارك بالحديدة يتحدث عن مؤامرة.
إذا أنت لا تمتلك الإرادة، إذا أنت لا تمتلك إرادتك، إذا أنت لا تمتلك قرارك، فلماذا تتكلم عن مؤامرة وعلى هذه المصالح؟ لكن هناك بالفعل مشروع قرار بريطاني يطالب بإيقاف، كان يطالب يعني التسريب لوثيقة أو مسودة هذا المشروع كانت تطالب بوقف المعارك في الحديدة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. إذا هناك ضغط دولي بالفعل، لكن لصالح من هذا الضغط؟ المشروع تم تعطيله من قبل الأمريكيين وتأجيلا بعد المفاوضات، هذا من جهة. القرار 22/16 الذي قامت عليه أساس الحرب ويتطلب لتطبيقه حكم عسكري نهائي ضد الحوثيين، كما هو واضح بعد 4 سنوات من الحرب أن المجتمع اليمني أنهك، دخلنا في أزمة إنسانية ضخمة جدا، المسار السياسي والعسكري يتم إدارته بشكل رديء جدا للغاية من كلا الطرفين، ومن طرف الحكومة هي ملامة بشكل أكبر لأنها لديها المفروض أنها تستند على أطر شرعية ودستورية تجعلها أكثر شعوب المسؤولية تجاه مجتمعها. فهنا احنا بنعاني من مشكلة كبيرة، ان امكانية الحسم العسكري اللي تحدث عنها بتتكلم انت على سنوات، اذا كنا بنتكلم على نهم قبلنا 3 سنين الان. فيعني كيفية ان احنا نطبق قرار 22/16 والذي يعتمد على فكرة حسم عسكري نهائي، يعتمد ان الحوثيين سيسلموا اسلحة وسينسحبوا تماما سيختفوا، هذا كله كلام، هذا قرار 22/16. القرار لم يعد قابل للتطبيق بالتجربة الواقعة حاليا خلال 4 سنوات، القرار يبدو انه غير قابل للتطبيق. ليش؟ لانه الحكم العسكري غير ممكن لاسباب كثيرة، من بينها سوء ادارة الملف السياسي والعسكري من قبل الحكومة ومن قبل التحالف ايضا. فهنا المشكلة ان احنا بنتكلم على قرارات غير قابلة للتطبيق، والان منزعجين قرار المصوب حكا تدعو الى وقف اطلاق النار في الحديدة. المشكلة في الحديدة اكثر من مرة قلنا انه في مشكلة انسانية تترتب عليها لو استمرت الحكومة في اخذ المسار العسكري حتى النهاية، والحكومة حتى الان لم تبدل خطط انسانية بديلة تقنع العالم بانها قادرة على تحمل كلفة هذا الكلفة الانسانية. هذه تحديد. طيب دعيني اشير في هذه النقطة الى حديث وزير وزير الخارجية خالد اليماني حول 4 نقاط معنية ب يعني قدمت مبادرة الحديدة كما يقول وزير الخارجية. يتحدث على مطالبة بخروج الميليشيا الانقلابية من الساحل الغربي بالكامل، تسليم المنطقة للحكومة الشرعية، وحينها يقول أنها لم يعني قالت الحكومة لن تدخل قوات مسلحة إلى مدينة الحديدة، وأن قوات من الشرطة تحت إدارة وزارة الداخلية هي من ستشرف على الأمن مع إدارة ميناء الحديدة، لكن يشير ويعني يحدد لن تقبل الحكومة إلا أن يكون الميناء تحت إشراف وزارة النقل، وأن تكون موارد الميناء ذاهبة إلى البنك المركزي في عدن. ما المشكلة في هذه الرؤية برأيك؟ ما هي النقاط التي لن تقبل سواء من الأطراف الأممية، من الأطراف الدولية، أو من قبل ميليشيات الحوثي أيضا؟ لن تقبل من قبل الحوثي، والحوثي هو لا يرى دائما، الحوثي لا يشعر بأي ضغط، يعني هو ليس لديه مشكلة أن يخوض معركة حتى النهاية، معركة صفرية كاملة هو يعرف أنه سينهزم فيها بعد شهر أو شهرين أو 10 شهور، ليس لديه مشكلة ولا يعاني من أي أزمة من الوضع الإنساني أو الكارثة اللي سيتسبب لها في المعركة. هو مستعد يخوض المعركة حتى النهاية ولا يعطي أي فرصة أن يأتي انتصار للحكومة أنها هي ستسلم الميناء. بنظر الحوثي أن الأمم المتحدة تتسلم إدارة الميناء ولا الحكومة تتسلم الميناء. هي غريمة، الغريمة الحوثي هي الحكومة وليس الأمم المتحدة. مشكلة الحوثي ليست السيادة، مشكلة الحوثي هي هذه وفكرة الشرعية والمرجعية السورية للدولة اليمنية، هذه مشكلة الحوثي، وبالتالي الحوثي لن يقبلها. الطرف الأممي في النهاية في نظرة انه انا لن يستطيع ان يمرر اتفاقات لم يقبله طرف، هذا طبيعي، هذا امر بديهي، انت وسيط في النهايه، يعني في النهايه لا نبالغ في يعني فيما تقوم فيه الامم المتحده والعالم، العالم والامم المتحده هم بيتحركوا على اساس الامر الواقع الحاصل واللي يفرضها الامر الواقع عسكريا وسياسيا امامهم. هم عندما يرون انه في الآن أزمة إنسانية، عندما يرون أن في حكومة غائبة عن الوجود،
في ميليشيا فرضت وجودها حتى الآن 4 سنوات وهي لا زالت تحارب. فهم الآن أمام أمر واقع، يعني هم يريدوا في ضغط إعلامي عليهم على هذه الحكومات، هذا الضغط الإعلامي إنه هو في أزمة إنسانية في اليمن، هم يريدوا وقت هذا الضغط الإعلامي عليهم. هذا الضغط الإعلامي كبير، الصحافة في بريطانيا وأمريكا صحافة مستقلة بشكل كبير وتمارس من أشكال الضغط. فبالتالي لا يمكن الاستهانة بدور الإعلام واهتمام الإعلام الآن بالأزمة الإنسانية في اليمن من جهة، هذا من جهة ثانية. الحكومة هي غيابها عن الساحة اليمنية، استمرار الحوثيين 4 سنوات في الحرب والقتال، هذه كلها وقائع الحال اللي بيتحرك على أساسها العالم. إذا كان واقع الحال بيتكلم إن الحكومة والله مسيطرة على الجنوب، الحكومة قادرة على السيطرة على الحديدة، كان العالم أكيد سيتغير أداء وتطوره لحل المشكلة في اليمن. طيب دعيني في هذه النقطة أنتقل إلى الأستاذ ثابت الأحمدي. أستاذ ثابت، الجارديان، صحيفة الجارديان البريطانية، تحدثت على أن هناك وفقا لمصادر دبلوماسية وأممية أن هناك نوع من الإيقاف الذي أو الجهود التي قامت بها السعودية والإمارات في الأمم المتحدة لإيقاف القرار البريطاني، هناك موافقة لهذه الجهود من قبل الولايات المتحدة والصين وكازاخستان وإثيوبيا التي تماطل في إصدار هذا القرار، الذي يبدو أن البريطانيين يذهبون إلى الضغط أكثر نحو إنفاذه. برأيك ما هي المصالح الدولية هنا في مسألة إيقاف الحرب أو الذهاب إلى المشاورات، وأيهما يبدأ أولا؟ أجل بشكل عام دعني أقول لك، الحوثيون هم لبنة دولية زرعت في اليمن ضمن مشكلة معقدة على مستوى الوطن العربي بشكل عام، ومن المستحيل ان تتم ازاحتها بهذه السهوله. نحن اليوم يعني لو استغرنا المشهد يعني قراءه المشهد الدولي مع التعامل مع الملف في المنطقه بشكل عام، لا نستطيع فصل قضيه صنعاء عن قضيه دمشق عن قضيه طرابلس عن قضيه العراق. المساله تناقش في يعني في الكواليس الدوليه كقضيه واحده، وكل قضيه تؤثر على الاخرى. ومسألة الحوثي أو دعم يعني المجتمع الدولي للحوثي لم تعد خافية على أحد، كل ما في الأمر تطويل وأخذ يعني أو إعطاء الحوثي مهلة أكبر من الوقت، مثلا في المفاوضات في الحوارات في المشاورات في الانتقال من دولة إلى دولة، كل هذه العملية هي تعطي نفس أكثر للحوثي يستبد فيها أنفاسه ويواصل أيضا إحكام قبضته. نحن نعرف أن الجنود الشرعية كانوا في الحديدة على وشك السيطرة تماما على الحديدة وعلى مينائها، لكن تم إيقافهم بقرار سياسي. الأمر ليس عسكريا وإنما قرار سياسي، تم إيقاف العملية، هذا كل ما في الأمر. أشكرك إذن أستاذ ثابت الأحمد المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، وكذا شكر موصول لك أستاذ ميساء شجاع الدين الكاتبة والباحثة السياسية. أرحب بمن ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام من تعز أستاذ العلوم السياسية. إذن أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة دكتور فيصل الحديفي. دكتور فيصل، نتحدث على أن هناك مشاورات سياسية تحدث أو متوقعة في ديسمبر من الثالث إلى يعني متوقعة في الفترة ما بين الثالث إلى 13 من ديسمبر القادم. برأيك هناك اتهامات متبادلة بين الأطراف اليمنية في سياق أن كل طرف يحمل الآخر مسؤولية فشل المشاورات حتى قبل أن تبدأ. برأيك هل ستحدث هذه المشاورات أم لا خلال الأيام المقبلة؟ دكتور فيصل، دكتور فيصل هل تسمعني؟ يبدو أن هناك إشكاليات في التواصل مع دكتور فيصل. دكتور فيصل، دكتور فيصل هل تسمعني؟ أنا لم أسمع السؤال لأنه الاتصال جاء طيب متأخرا. طيب سأعود الآن إلى طرح السؤال عليك. إذن هناك الكثير من الضغوط المتبادلة يعني أو الأحاديث المتبادلة بين الأطراف اليمنية المختلفة تحمل كل واحدة الأخرى مسؤولية فشل المشاورات حتى قبل أن تبدأ. برأيك لماذا تقوم هذه الأطراف بذلك، وهل من وجهة نظرك ستحدث هذه المشاورات في أو الفترة المقرر لها أن تبدأ فيها؟
باعتقادي أن هناك عدم ثقة بين الطرفين، وأيضا هناك شك كبير بل تأكيد كبير بأن المشاورات لن ينتج منها حل حقيقي. فالحرب ممتدة 4 سنوات، والسوابق في المحادثات الماضية على امتداد الحرب لم تفضي إلى أي حل أو إلى أي بادرة حل. وكل طرف وخاصة الطرف الانقلابي المستميت على السلطة، وهو من بدأ الحرب وهو بيده أن يعلن حسن النية لتراجعه عن ما بدأ به من الحرب. الحكومة الشرعية كطرف تشكك في الحوثي ناتج عن أدائه على الأرض باعتباره سلطة انقلابية ولم يتجاوب في أي مرحلة تحاورية أو تفاوضية معه. فمن بدأ الحرب هو من عليه أن يبدي حسن النية في الالتزام بها، هذا أولا. ثانيا، السوابق في المفاوضات تؤكد يقينا أن لا نتائج إيجابية في المفاوضات، حتى وإن ذهبوا. نحن الآن نتكلم عن عقبتين. العقبة الأولى هي استعداد الأطراف للحضور، وهذه مرحلة وقد فشلت في مرحلة سابقة. فإذا ما اتفق الطرفان على الحضور وتحت ضغط الدولي أو مغالطة سياسية حتى لا يتجنب كل منهما الضغط الدولي والمحلي والإقليمي، فإن الاتفاق لن يفضي إلى حل. أنت ترى بأن المعادلة، نحن نرى بأن المعادلة مختلة. لدينا انقلابيين يعتبرون السلطة بالنسبة لهم ملكا دينيا، سلطة الحق الإلهي، وعلى المجتمع لمن يقبل بهم كحكام حصريين، وهذا شيء مستحيل. يعني هناك نظرية سياسية في رفض الإرادة الشعبية. اليوم الحكم في اليمن قام على التوافق في المرحلة الانتقالية لكي ينتقل الحكم إلى الإرادة الشعبية، أن الشعب هو من يختار حكامه. طيب. التركيون بكل خطاباتهم، نعم، بكل سلوكهم، بكل أدائهم على الأرض لا يقرون ذلك، وبالتالي كيف يمكن أن تستنتج بأن نتائج إيجابية من الحوارات ستفضي إلى حل؟ طيب، يمكن الحديث دكتور فيصل، يعني يمكن الحديث في هذا السياق على أنه منذ 4 سنوات، منذ يعني بداية هذه الحرب، وكان هناك قرارات دولية مؤيدة لجهود الحكومة الشرعية لإعادة والتحالف لإعادة الشرعية إلى اليمن وإلى العاصمة صنعاء، لكن إلى الآن لم تنجع بشكل كبير هذه الجهود. وهناك من يطرح أن المسألة الإنسانية تتفاقم، الوضع الإنساني يذهب إلى أن يكون أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم الآن. إلى متى يمكن برأيك التعويل على النظرة الذهاب إلى الحل العسكري دون الحل السياسي على حساب الدم اليمني في نهاية المطاف؟ أشاطرك الرأي بأن الحماس الدولي في إنهاء الحرب اليمنية هو مبني على المدخل الإنساني بسبب طول الحرب، هذا متفق عليه. ولن نصل إلى سلام بدون كسر حقيقي لإرادة الحوثيين، أي أنك تريد أن تفرض سلاما مع توازي في القوة على الأرض، وهذا التوازن سيخلق حربا ممتدة بلا نهاية. وبالتالي لابد من كسر طرف ضد آخر حتى ننتقل بهذا الكسر إلى مبادرة حقيقية في اقتناع الذات إلى السلام. إما أن دول التحالف والمجتمع الدولي والحكومة الشرعية أن تكسر السلطة الانقلابية وهي بموقف شرعي يدعمه العالم حتى يدعموا لهذا السلام، أو أن الحوثيون يعني يظهرون معجزاتهم الخارقة لهزيمة العالم، حرب عالمية لا نبالي، حتى يقبل بهم المجتمع المحلي والإقليمي والدولي، وهذا غير قائم. لكن الأقرب للصواب اليوم والأقرب ما هو المنتظر أن هناك ميوعة في الحل السياسي في اليمن، وستمتد الحرب إلى درجة يصل الحوثيون إلى الانكسار الحقيقي، حينها سيضطرون إلى التسليم، وهذا هو المخرج المرتقب. يعني لا الحكومة الشرعية ولا أيضا الشعب اليمني الذي يرفض هذه العبودية وهذا المصادرة في الإرادة الشعبية قابل حتى بدون الدول التحالف أن يقبل بهذه الفئة أن تحكمهم. حتى لو تخلى العالم ودول التحالف عن دعم اليمن
فإن اليمنيين بعد هذه التضحيات لن يسلموا مطلقا، وستمتد الحرب إلى أن يكسروا أن تكسر هذه الفئة حتى تعود السلطة إلى الإرادة الشعبية، والشعب هو صاحب السلطة وهو صاحب الاختصاص وهو من يقرر من يكون حكامه. طيب دكتور، يعني فيما يتعلق بالمشاورات القادمة والحديث عنها برأيك، والحديث حتى عن الحلول مهما كانت، هل الأمم المتحدة قادرة على فرض نهج معين على الأطراف اليمنية لإنهاء المأساة الحاصلة في اليمن؟ بالنسبة لفرض الحلول، الآن الاشتغال كل المبعوثين للأمين العام للأمم المتحدة لا يشتغلون وفق الفصل السابع حتى نتوقع حلولا مفروضة، وإنما يشتغلون وفق الفصل السادس في المفاوضات السلمية والقبول الطوعي لإنهاء الحرب بسبب المأساة وبسبب عدم الخروج إلى حل. والقرار الوحيد الملزم الذي صدر وفق الفصل السادس هو القرار 2216، وهو قرار يتضمن الحل، ولم تتحرك الدبلوماسية اليمنية ولا العربية ولا الإقليمية لإصدار قرار يوجب استخدام القوة العسكرية كما هو حسب بنود الفصل السابع للتنفيذ. والخلل هنا ليس بالأمم المتحدة بقدر ما هو خلل في ضعف محلي في التراخي وعدم استخدام الدبلوماسية الفعالة للوصول إلى ضغوط دولية تجبر أو تشجع من الرأس الغليظة أحد أدوات تنفيذ هذا القرار. أنت ترى والمشاهد العربي واليمني يرى بأنه النشاط المدني للحوثيين أكثر فاعلية في المنتديات الدولية من الدبلوماسية اليمنية التي أثقلت بكثير جيش من الموظفين لا علاقة لهم بالدبلوماسية ولا يعملون، فقط إنها مكافآت لصرف الأموال. كل إنسان يريد لقريبه أن يسرى ثراء سريعا يعامل على تعيينه ملحق مساعد ملحق مساعد معرج. يعني في نهاية الأمر هناك يعني أمور يستحي الإنسان أن يتذكر أن يسرد تفاصيلها، ويرتكبون هذا الحمق دون حياء ودون خجل ودون نظر إلى تضحية اليمنيين وإلى وقوع الشعب اليمني في حرب مريرة أكلت الأخضر واليابس على امتداد 4 سنوات وليس لها نهاية مرتقبة. أشكرك، كنت معنا عبر الهاتف انتعاز أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة دكتور فيصل الحذيفي، شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.